إذا إحنا عرفنا كيف نجيب قيمة فرق الضرب من القانون بتاع الفلوريت اللي هو عبارة عن 1 مال بي 2 كيو تربيع الرو مضروب في 1 ماينس 2 على 1 لكل تربيع مقسوم على 2 2 تربيع. هذه هي الإيكويشن المعادلة اللي نهاية ترتيب منها المطلوب في المسألة اللي هو بلغ سدي فرق الضرب اللي هو ينتج لي عن طريق الفلوريت اللي هو معطي لك اسمه الفلوريت ولارج فلوريت. طبعا هو معطيك الاس جي هتستفيد منها في ايجاد قيمه الرو. احنا عارفين ان احنا الاس جي عباره عن رو فلويد على رو ووتر. رو ووتر طبعا معلومه عندي معلومه قيمه كتابه الميه عباره عن 1000 كيلوجرام بالمتر مكعب هذا في النظام العادي. والاس جي معطيها لك القيمه بتاعها في المساله دي 0.85. المطلوب عندي الرو بتاع الفلويد اللي هي الرو اللي احنا بنعوض بيها في القانون. تبقى عندي الرو الفلويد اللي هي موجوده عندك في المساله. الرو فلويد تساوي لما تضرب الطرفين في الطرفين اس جي في رو ووتر. اس جي 0.85 والرو ووتر عارفين ان احنا هي قدرها 1000 كيلوجرام في المتر مكعب. تعطيك قيمه الرو الفلويد اللي هي 850 كيلوجرام في المتر مكعب. بعدين هنجيب طبعا بدل ما تعوض في المساله على طول تجيب المعطيات بره وتعوض به في القانون عندك. فالاي 2 على اي 1 هنحتاجها في القانون هي عباره عن شنو؟ مساحه المقطع عند النقطه 2 مقسومه على مساحه المقطع عند النقطه 1 هي عباره عن باي على 4 دي تربيع 2 دي 2 تربيع مقسومه على باي على 4 دي 1 تربيع. طبعا باي على 4 هتمشي مع باي على 4 هتبقى عندي اي 2 على اي 1 اللي هي النسبه الريشيو للمساحه 2 والاي 1 عباره عن دي 2 على دي 1 بكل تربيع. دايما عند النقطه 2 معطي لك المساله اللي هو بوينت 6 متر ودي 1 عباره عن 0.1 متر تقسم الكبتين هذه تلقى الريشيو عباره عن 0.36. طبعا هو حد يكتب يونس هنا لان هذه ريشيو نسبه فهو مقدار صحيح ما تجيش من هنا وحده المساحه تمشي مع وحده المساحه في المقام. جبنا الـ 2 والـ 1 اذا هنبدا في حل المساله بتاعي اللي هو يبي قيمه الفرق في الضغط لما يكون ذا بريشر ديفرنس ذا سمولست فلويد. يعني عندنا معدلين تدفق معدلين في المعطيات في المساله في معدل تدفق صغير وفي معدل تدفق كبير. فاول مطلوب هنجيب معدل التدفق فور سمول سمولست فلويد هو لما يكون عندي معدل تدفق صغير هنعوض به المعادله بي 1 مال بي 2 عباره عن زي ما قلنا الكيو تربيع اللي هي الكيو اللي عندي السمول اللي هي 0.05 كل تربيع مضروبه في الرو اللي هي 850 مضروبه في 1 مال 2 على 1 طلعناها 36 تربيع على 2 في الاريا 2 اللي هي باي على 4 دي 2 تربيع اللي هي 0.6 متر تربيع. هذه هتعطيني قيمه الفرق في الضغط عباره عن 1160 نيوتن بالمتر مربع او تقسمها على ال 1000 عشان تحولها بالكيلو باسكال. طبعا عارفين النيوتن على المتر مربع هذا باسكال القيمه هذه تعبر عن باسكال. فلما نقسمها على 1000 تعطيني بالكيلو باسكال اللي هي 1.16 كيلو باسكال. هذا المطلوب الاول اللي يكون عندي معدل تدفق صغير. نفس الطريقه هنعوض معدل التدفق نفس المعطيات اللي يكون عندي معدل التدفق بدل ما يكون 0.05 هيكون عندي 0.05 لارج فلوريد فيعطيني بي 1 ماينس بي 2 لارج فلوريد اللي هو 0.05 في التربيع يعني قيمه كيو مضروبه في الرو 850 1 ماينس 2 على 1 في التربيع هي 0.36 تربيع على 2 في الاي 2 تربيع اللي هي باي على 4.6 تربيع تعطيني قيمه فرق الضغط عباره عن 1 مال بي 2 1.16 في 10 اس 5 نيوتن للمتر مربع اللي هو الباسكال. هذه قيمه فرق الضغط لما يكون عندي درجه. شوف انت هنا حتى تعطيك المعطيات تعطيك انديكيشن الحل بتاع صح ولا غلط. بديهي لما يكون عندك فلو ريت صغير هتكون قيمه فرق الضرب قيمته صغيره بعكس لما يكون عندك لارج فلوريد هيكون طبعا فرق الضرب مقدار كبير طلع لي 116 كيلو باسكال. هذا هو حل المساله. فاذا الرينج بتاعي هنا لما يكون بي 1 ماينس بي 2 هنا عباره عن لما يكون عندي معدل تدفق اسمه رزق ومعطيك هنا كيو هنا قيمه كيو عباره عن 0.005 وهنا قيمه كيو كانت تطلع 0.05 اعطتني برشر مقدار 0.16 كيلو باسكال وهنا اعطتني لما كان عندي فلوريت 0.05 اعطيني
معدل هي فرق الضغط بتاعه 1.16 كيلو.